موضوع ندوتنا النهاردة والسؤال الذكي الجميل اللي طرحه دكتور ناجي. في الحقيقة أنا شايف أن اللي حصل الفارق الوحيد اللي حصل في الإعلام التقليدي أو الإعلام من بلاش تقليدي من 20 سنة زي ما أستاذ أحمد الخطيب قال ودلوقتي هو حاجة واحدة بس، هو اتساع قاعدة المنافسة. الأول كان ممكن وائل السمري في اليوم السابع ينافس أحمد الخطيب في الوطن، فأحمد يعمل ستوري جميلة جدا، يعمل لقطة عبقرية زي اللقطة اللي عملها بتاعت معرض الكتاب، أو يعمل ملف عظيم زي الملفات اللي بيعملها عن الصوفية وما شابه، فوائل السمري يغير منه فيروح عامل ملف مثلا أحسن منه أو حاول ياخد له خط تاني كبير وبتاع. فكان المنافسة محصورة ما بين أربع خمس مؤسسات في الصحافة وأربع خمس مؤسسات في التلفزيون، والموضوع بسيط جدا. وكان كنا بنشوف، انا فاكر كنا بنشوف كده يعني صراعات ومناوشات ما بين الجرايد، زي ما نوادي الكوره كده بتتخانق على لعيبه الكبار، كانت الجرايد بتتخانق على الصحفيين الكبار. وكان مصيبه سودة لما احمد الخطيب مشي من مصر اليوم وراح الوطن وهكذا. فكان الموهبة كانت محصورة في أماكن معينة، كلنا عارفين هي مين، وكلنا عارفين مين الناس اللي بتلعب حلو، والدائرة بتاعتها محطوطة. أول ما الدائرة اتسعت وبقت ملايين البشر، فعلا ملايين البشر، بدأ في نقطة من نقاط عدم الاتزان حقيقة إحنا وقعنا فيها كصحافة، والناس كمان وقعت فيها. وانا عايز اقول لكم بصراحة ان مش بس الصحافة هي اللي واقعة في النقطة دي دلوقتي، حتى المنصات اللي انا بسميها المنصات الديناصورية، يعني منصة كبيرة جدا لسه قريب جدا كنت يعني قابلت يعني احد اهم مسؤولي فيسبوك، فبكلمه بقول له انتوا ليه ما عندكوش فيسبوك اطفال، يعني ليه ما بتفكروش تعملوا حاجة كده؟ فقال لي حاجة بسيطة قوي، قال لي احنا نصاب كده متبهدلين من تيك توك، احنا مش قادرين نجاري اللي بيعملوا تيك توك، لان تيك توك واخد كل الشرايح دي، صغيرين من اول من يعني بدايه من 16 سنه فيما تحت، واخد كل الشرايح دي وهم مش عارفين يعملوا حاجه. فاللي احنا بنبص دلوقتي، احنا بنبص زمان كان في صراع بنقول ما بين المواقع الالكترونيه والورقي، وبعد كده بقى في صراع ما بين المواقع الالكترونيه والفيسبوك وتويتر، دلوقتي فيسبوك بيعيش نفس هذه المحنه. وجهه نظري، من الذي يصنع الترند؟ الذي يصنع الترند هو الحدث قولا واحدا، لكن كيف تتناول هذا الحدث هنا التحدي الرئيسي، وهنا اللي بيفرق بقى بمصطلح دكتور ناجي كده، اللي بيفرق الصنايعي مش من الصنايعي، اللي بيفرق اللي عنده أدوات يقدر يبحث بيها ويقدر يطلع على الترند، بس مش يطلع على الترند أو يركب الترند على بنفس الصيغة اللي موجودة دلوقتي إن أنا علي عليه، لا، يطلع على الترند أو يركب على الترند بصيغة إن أنا أحكمه أخلاقيا وحكمه مهنيا وحكمه من باب الدقة والحقيقة. إزاي أنا أكون عندي قضية كبيرة جدا او في حاجه شغله الترند، اخد منها موقف ازاي؟ فمن هنا اقدر اقول بمنتهى البساطه ان الصحافه تقدر تعيش في ظل كل هذه التحديات لما تقدر تبني اليات للتعامل مع هذه الترندات. فانا يطلع لي فنان، انا اسف، ربما يرتكب يعني فعل سفيه شويه، فالصحافه هنا تقدر تاخد منه موقف وتقدر تقيمه وتقدر تقود الرأي العام في الاتجاه الصحيح. في فترة من الفترات شفنا انتشار كتير من الفيديوهات اللي فيها مساوئ، يعني في واحد للأسف في وقت من الأوقات صور واحد عريانة في بلكونة وبقى ترند، في واحد صور واحد وهو بيعتدي على طفل وبقى ترند. أوكي، دول أنا وجهة نظري الصحافة ارتبكت في التعامل مع مثل هذه المواقف، لكن أنا وجهة نظري إن الصحافة وقتها كان لازم تخوض هذه المعارك بشكل إصلاحي وتحاكم كل من ارتكب جريمة، وتحاكم وتعمل مبادرة مثلا كبيرة إنك ما تجرحش أهلك، ما تجرحش إنسانيتك،
وتبقى وتوعي ده. ثم الصحافة هي الأقدر على قيادة الحملة وتبني المواقف المختلفة واستطلاع رأي الكبار فيها، ثم قيادة الأمر بعد كده العمل قانون، ثم مساعدة الأجهزة التنفيذية في صياغة قانون ومراقبته. من هنا يبقى الصحافة أدام اختارت أنها تاخد خط حقيقي وملتزم تجاه البلد وتجاه الأخلاق والإنسانية، هنا أقدر أقول أن الصحافة تقدر ترجع تاني. بس في الوقت ده إحنا محتاجين كتيبة كبيرة جدا 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 من الموهوبين، من الناس اللي عندها الوعي، من الناس اللي عندها الحسن المعالجة الصحفية. وأنا في الحقيقة متفائل جدا جدا جدا، ويعني أحد أسباب تفاؤلي الكبيرة الطفرة اللي بتحصل اليومين دول في الإعلام المصري، سواء في القنوات الفضائية أو في المواقع والصحف. القنوات الفضائية بنرى الآن يعني مجهود جبار في قناة القاهرة وقطاع الأخبار في المتحدة، ووجوه جديدة شابة متحمسة كبيرة، دماء جديدة بتضخ بشكل كبير جدا. ثم تغيير العقيدة الصحفية. هاجي بقى لسؤال أستاذ ناجي اللي هو هل نقدر إحنا نعمل ريلز؟ طبعا نقدر نعمل ريلز، طبعا الصحفيين أقدر ناس يقدروا يعملوا ريلز. بإيه؟ بحاجتين، بالخدمة والترفيه. لأنك لو بصيت هتلاقي كتير جدا 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 من حاجات الريلز دي، واحد بيقول لك تاكل إيه عشان تخس، دي خدمة. واحد بيقول لك إزاي تركب بلاطة مش عارف فين، ما دي خدمة. واحد بيقول لك ازاي تصلح الايفون لو عمل منك كذا وتليفونك لو باظ، الا ما دي خدمه. كل الخدمات دي بيعملها صحفيين، وكل الخدمات دي محتاجه انك تطور البنيه الاساسيه اللي عندك في الجورنال، سواء البنيه البشريه بتدريب الناس على هذه الاليات الجديده وهذه المدخلات الجديده، او تدريب او البنيه التحتيه في المعدات والاستوديوهات وما كل ده تقدر الصحافه تعمل وتنافس بشكل كبير جدا جدا لما تطور نفسها وتظبط بوصلاتها الاخلاقيه والانسانيه والقانونيه، وتقدر تطلع كوادر جديده يواجهوا التحديات الجديده. هو الفكره في موضوع الديب فيك، هو ليه شقين، ديب فيك نيوز ودي فيك فيديو. وده بتهيأ الفيديو هو الأخطر بالمناسبة، لأن احنا دايما في البداية كنا ننشر خبر يقولوا لنا في صورة للخبر عشان الصورة بتدي مصداقية، فبعد ما بقى في خبر وبقى في صورة للخبر وانتشر الفوتوشوب وضرب الصور على الفوتوشوب، بقى في فيديو للخبر. دلوقتي حتى الفيديو مش هيبقى كافي لان هو يدي الاخبار مصداقية، لان بقى في ديب فيك فيديو. ممكن يعني حد تاني قاعد دلوقتي في اندونيسيا يألف ان انا قاعدين بنتخانق دلوقتي في الندوة، عادي خالص، هياخد الكادر وهياخد نفس الريكور بتاعنا نفس الحاجات وهيطلعنا احنا الاربعة قاعدين بنتخانق مع بعض، ويطلع خبر في اندونيسيا شاهد قبل الحذف رؤساء تحرير الجرائد المصرية بيقطعوا بعض، عادي خالص، ده هيبقى عادي. اظن اني ده الخطر الحقيقي. ليه؟ لان الاخبار العادية او الاخبار المزيفة العادية احنا نقدر نفصل فيها او نقدر نحللها كده تحليل زي دكاترة التحليل، نقدر نحللها ونقدر نطلع منها الجزء الفيك. زي ما استاذ محمود كده كان بيقول الصوره يعني مش محتاجه فوتوشوب، ده واحد عامل فوتوشوب امبارح، فاحنا بنعرف ده. زي ما استاذ احمد قال باتنين ونص، يعني احنا بنعرف ده. لو ما عرفناش ده، لو احنا من النظره الاولى كده زي نظره الخبراء بتاع الاثار يقول لك ده 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 حقيقي ولا مزيف، احنا برضو عندنا نفس النظره دي. لو ما عرفناش احنا بنرجع للمصادر، بنرجع لاساسها الاول. في والله خبر مثلا عن وزارة الصحة، فبنروح لوزير الصحة، او بنروح نلاقي وزير الصحة، او بنروح للمستشفى اللي حصل فيها الخبر، او بنروح للدكتور المعني بالموضوع وهكذا. فاحنا لينا وسائل تحققنا اللي احنا بنقدر نتغلب بها على الاخبار الكاذبة. المشكلة الحقيقية في الفيديوهات الكاذبة، واظن ان اللي هيشرب نيران هذه التقنية هو المجتمع الغربي في الأول،
وهو اللي بعد كده هيبدا يعمل يسن قوانين او يجبر مثلا البرامج اللي بتعمل فيك نيوز ده بحط بوضع بصمه ما في كل فيديو زي علامه مائيه كده ان هذا ان هذا الفيديو مخلط بواسطه برنامج كذا وكذا وكذا. ليه؟ لان في زي ما المواقع الكبيره يوتيوب وفيسبوك وغيرها من البوابات او المنصات الكبيره بدات تحط لنفسها معايير اخلاقيه دلوقتي لما بالمناسبه اتغرمت. يعني يوتيوب ما بدأش يفصل ما بين فيديوهات الموجهة للطفل والفيديوهات الموجهة للكبار غير لما اتغرم وفقا لقانون التجارة الأمريكي وحط عليه م- 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 يعني تعويضات بمئات الملايين. بدأ يتغرم فبدأ يفصل، بدأ يتغرم فبدأ يمنع المشاهد المزعجة أو المشاهد الدموية وهكذا، بدأ يتغرم. فأظن إن ده هيحصل في فترة من الفترات أول ما التقنية دي تبدأ تنتشر وتبدأ تبقى في إيد الناس وبتاع، هيحصل غرامات كبيرة على هذه الشركات وهيبدأ نتعامل مع الموضوع بشكل أخف. عايز أخد بقى الموضوع لما بعد كده، بعد انتشار الديب فيك نيوز وبعد انتشار الديب فيك فيديوز وبعد انتشار الميتافيرس. أوكي، أنا ما زلت بأكد ان كل هذه الادوات هي ادوات في النهاية هي ادوات، وفي النهاية ان الفيصل في كل ده هو الموهبة والخبرة. لو صحفي من غير موهبة، لو صحفي ما عندوش خبرة او قيادة صحفية ما عندهاش خبرة، هنفضل في هذا هذه الفوضى الكبيرة، هنفضل في هذا التخبط، هنفضل في فكرة ان احنا مش عارفين. السوشيال ميديا عدو ولا حبيب؟ الى الان نحن لا، يعني لو سألت الصحفيين مصر كلهم السوشيال ميديا عدو ولا حبيب هيقول لك لا دي عدو، ده خدت مننا الجمهور. لا بس حبيب عشان هي بتجيب لي ترافيك. لا بس لا دي عدو عشان بتعمل فيك نيوز وبتحاربني في الاخبار. لا بس حبيب عشان بتقبضني كل شهر. اوكي، فلحد دلوقتي احنا مش عارفين السوشيال ميديا عدو ولا حبيب. ليه؟ لان احنا للاسف بنتعامل مع كل شيء بالقطعه. وقت ما يجيبوا لنا الفيديوهات يبقوا حبايبنا، الفيديوهات يبقوا حبايبنا، وقت ما ياخدوا منا الجمهور يبقوا مش حبايبنا. ده هيخلينا في النهايه، ايوه طبعا، ده هيخلينا في النهايه نقول هو الخناقه على ايه اصلا؟ يعني كل هذا السعي على ايه؟ كل هذا السعي على وقت حضرتك. كلنا بنتخانق على وقت حضرتك. حضرتك قاعد دلوقتي معانا ساعة ونص داخل في ساعتين. اوكي، دلوقتي فيسبوك بيعيط لان محدش دخل عليه لمدة ساعتين، يوتيوب بيعيط لان محدش دخل عليه، نتفليكس بالمناسبة مش عايزين نخرجها من الموضوع. المنصات الكبيرة في الفيديوهات دي في وسط المعمعة، في وسط الخناقة. ليه؟ لأن كل الخناقة على وقت حضرتك. فعشان كده لازم التطور يبقى، أنت لما تيجي تبص كصحفي عايز تطور شغلانتك فما تبصش اللي أنت هتنافس الأهرام ولا أخبار ولا الوطن ولا اليوم السابع ولا، لا أنت بص اللي أنت هتنافس كل هذه المؤسسات العالمية الكبرى على وقت المواطن اللي قاعد في خمسة شارع حسن عفيفي في شبرا الخيمة. هو ده اللي انا عايزه، انا عايز وقت الراجل ده. ليه؟ زمان كان بيقوم الصبح بيفتح الجورنال، دلوقتي بيقوم الصبح ما فيش جورنال يفتحه، بيجي بعد الغداء بيقرا جورنال شويه، بيروح عند الحلاق بيفتح الجورنال. كل وقت طول الوقت كان الجورنال كان موجود، وكان الوقت كان الجورنال له وقت معين. دلوقتي هذا الوقت انشغل بشكل كبير جدا، انت معاك فيسبوك وتويتر ونتفليكس وامازون وديزني وعندك وتيك توك وغير بالمناسبه احنا بنتكلم على تيك توك وفيسبوك وبتاع، في تطبيقات تانية مهوله واخده فيوهات مهوله بتعمل ارباح مهوله بلا رقابه. كل دول بينافسونا احنا، كل ده بينافسونا احنا. فلو الصحافه ما رجعتش تتطور وعملنا اللي كان بيعمله أستاذ هيكل لما كان يروح يخطف كمال الملاخ من الأخبار فيعمل له الصفحة الأخيرة بتاعة الأهرام فيقال إن الأهرام تقرأ من الصفحة الأخيرة، إلى الآن بصمته عليها لحد دلوقتي.
ولانه يعني طيب الذكر فكمال الملاخ برضو ان لم تسعى الصحافة جاهدا والاعلام جاهدين الى صنع حالة وعي كمال الملاخ ده هو ده اللي عمل مهرجان السينما اللي احنا عايشين الى الان في ظله. اوكي سهير القلماوي التي الكاتبة الكبيرة هي اللي عملت معرض الكتاب اللي احنا نفتخر بيه الان. الصحافة الكتابة هي المبادرة هي الوعي. تقدر تقول لي بقى تيك توك يقدر يقف قدام سهير القلماوي؟ لا ابدا ابدا، لانها فعلت ما ينفع الناس وينقص في الارض. احنا يعني طول ما احنا بره الدايرة دي مش هنقدر نتفاعل. بالمناسبة الديب فيك نيوز الفيك نيوز برضو مش قديمة. انا يعني انا استاذ احمد فكرني بالحكاية بتاعت الصلبان. انا قريت في كتاب احد كبار المشايخ شائعة زيه بالظبط زي المشائعة دي بالظبط، واسهمت في تأجيج الحالة الطائفية من المسلمين والمسيحيين، ان في اسود في الكنائس وللأسف شيخ كبير جدا 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 في الغزالي في الشيخ محمد الغزالي في احد كتبه قال ان يقال ان في اسود في الكنائس، فكله نقلها من غير كلمة يقال وهو كان قصدها عمدا. وثم فدي إشاعة كانت موجودة في وقتها. الإشاعة بتتطور، الشائعات بتتطور، الأخبار الكاذبة بتتطور. نواجهها إزاي؟ نواجهها ب زي ما قلت وعي، تدريب، إعادة الموهبة للصحافة، إعادة الموهبة للإعلام، كشف عن المواهب الكبيرة، منحهم الفرصة، والتدريب المستمر.